اهلا من جديد مشاهدينا، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق ومجموعه من البساحات الخدميه والمنظمات المجتمعيه التي تقدم مجموعه كبيره جدا من الخدمات كما ذكرت، وهي مهمومه بالوطن والمواطن باشكال مختلفه. واحده من هذه الاجسام المنظمه السودانيه لدعم التعليم، ولديها عدد من المشروعات قبل حتى ان تسجل المنظمه، كان لها دور كبير جدا. هنتعرف عليها من خلال رئيس المكتب التنفيذي لها الاستاذ نعمان محمد عوض الذي ينضم الينا الان عبر صباح الشروق وهو معنا في الشاشه. اهلا بك، صباح الخير. مرحبا، صباح النور. مرحبا، تشرفنا كثير وشكرا لكم في صباح الشروق. ونبدا ان شاء الله بالترحم على شهداء السودان من فجر مما ربنا خلقه لغايه اخر جماعه ماتوا او لم يزدل الماتوا نتيجه الاهمال والجشع وكذا في الحريق المشهور. شكرا لكم، وان شاء الله نقدر نقدم شيء يفيد قضيتنا ويفيد برنامجكم يعني. باذن الله. الفكره كانت مبكره شديد، لكن حتى التنفيذ على ارض الواقع واجهتها كثير جدا من المعوقات والصعوبات. لكن قبل ما نتكلم اكثر، نبدا بفكره عامه عن المنظمه السيد سودي اللي هي المهمه الاساسيه لها شنو؟ طيب، منظمة سيتسو توجهها محصور في المدرسة. مدرسة ككيان، كمبنى، الطالب، الأستاذ، طالب الكتاب، الكراس، الوجبة المدرسية، وبعد كده تهية الجو. مثلا مشروعنا اللي لسه نحن بصدده، بس عندنا وفد في منطقة أبو سنون تحديدا في غرب الأبيض على بعد ساعة. المدرسة مدفونة بالكامل من جراء الزحف الصحراوي، وفيها زي 500 طالب، وفيها 3 أساتذة بما فيهم المدير. فلك أن تتخيل، يعني احنا منتظرين التقرير حقيقة، هيجونا حيرجعوا لنا به الوفد بتاعنا، فيه مهندسين وفيه إداريين وكذا. لكن أنا بتخيل يعني إذا كانت 3 أساتذة زي شغالين في 3 فصول، فعندك من يعني هم 8 فصول، ففي 5 فصول ما معروف قاعدين يعملوا شنو يعني. فدي يعني دي من المآسف. طبعا في ناس قاعده في رواكيب، وناس قاعده في بتعش شجر، وقاعده في حجار، يعني البيئه ما مهيئه. لا، في اذيه حصلت، اذيه ممنهجه، اذيه مقصوده للتعليم في السودان. انت عايز تحكم ليك زول، اهم حاجه انك تجهله. مجرد ما الانسان يتعلم بعد كده يبقى مشكله في انك تحكم بديكتاتوريه او بالشكل ده. ونحن يعني نحمد الله انه رهاننا اول كان وما زال بعد الله سبحانه وتعالى، اعتماد على الله سبحانه وتعالى، رهاننا على الشعب السوداني المتفرد، شعبي عجيب. شعبي يعني يعني لما لغايه ما تجيش العواطف الواحد يعني يمسك دموعه بالغصب لما نمشي نشوف مناظر ونشوف كده، ورغم كده بتلقاهم صامدين كده. طيب، تمام، جميل. طيب، المنظمه قبل التعليم، لانه هو التسجيل زي ما قبل كنا بنتونس تحت الهواء مره، انه التسجيل يعني حديث للمنظمه، لكن من 2018 كان في مشروعات كبيره جدا للاعضاء كلهم وقدموا عدد من الخدمات، خلينا نمر عليها سريعا. اي طيب، هي الحقيقه بعد الحادثه الشهيره بتاعت غرق الاطفال في المناصير منطقه او قريه الكنيسه، في زي 22 طالب ودكتوره توفوا، طيب، ربنا يرحمهم. مشينا نعزي، وبعد كده انطلقنا في عمل، لقينا في مشاكل هناك، وما كنا متصورين العمل ده يكبر بهذه الطريقه، لولا سند الشعب السوداني جوا السودان وبر السودان، واهلنا في المناصير هناك. فالحمد لله عملنا مدرسه كامله او مرافق بتاعت مدرسه كامله، مدرسه كبنا الثانويه بنات وبنين، لانها فيها مشكله بتاعت اسكان يعني. ومنطقه الكنيسه عملنا فيها صهاريج بتاعت مويه، قدمنا خدمه، لكن يعني مقصرين، بنشعر اننا مقصرين. حاولنا نسجل، لكن للاسف الشديد ما اتيح لنا الشغله دي، لانه كان في عقبات بتوضع عن قصد. طبعا في حاجه اسمها الفحص الامني تسمعتوا بها، يعني لما تيجي تسجل منظمه بتقدم لسته بغايم، ناس بيتعرضوا لفحص امني وبيرفضوك يعني، لانك انت ما تبعهم اصلا. ففي النهايه اشتغلنا عن طريق او تحت الامبريلا بتاعت منظمه اسمها ولو بشق تبرع، اخوان فاضل يعني، ناس هون باشمهندس مرغني ربنا يطراه بالخير، واشتغلنا ولغايه ما كملنا. فبعد كده جاء الاعتصام وكذا،
جينا على الاعتصام برضو ساهمنا فيه مساهمة، برضو مقصرين فيه يعني، لكن بالأكل والشرب والتلج والعلاج والكفالة والشهداء والجرحى وكذا قدر ما ربنا قدرنا، ولملمنا أطرافنا وسجلنا أسد جديد. لكن يعني نفس المجموعة اللي اشتغلت شغل المناصير واشتغلت الاعتصام هي الآن أضيفت لها عدد كبير من الأخوان برا وجوا السودان. يعني جميل إنه برضو يعني تاريخ تسجيل المنظمة هو في هذا الجو الديمقراطي الكامل الدسم اللي أحدثه الشعب السوداني المعلم. لو تكلمنا عن إنه المنظمة دي لأهل السودان كلهم لتنفيذ مشاريع مختلفة في المدارس من المواد اللي ذكرتها أنت، حتى إنه ارتقي بالعملية التعليمية، لو تكلمنا عن شكل التشبيك، هل أنت عندكم آليات معينة حتى تصل المدارس هي المحتاجة ولا كيف؟ نعم، احنا وجهنا كوادرنا هنستغل بعض الشركات الموجودة منتشرة في السودان زي شركة كنار، شركة زين، عندهم ناس منتشرين في السودان يمدونا بتقارير عن أحوال المدارس الحواليهم، لأنه طبعا السودان كبير زي ما عارف، ومجرد ما تجينا المعلومة بيتوجه وفد مننا يقيم لنا عشان نضع التكلفة عشان ما نشتغل الشغل ونجيب في النص يعني. فدي الطريقة بيجينا بيتعرض علينا المشروع عن طريق كوادرنا وعن طريق الناس المهتمين بالعمل دي، وبعد كده بنبعت ناس ويقدموا لنا تقاريرنا ونشتغل. فنسأل الله يعني انه الناس تجيف معانا يعني. جميل. التطلعات والآمال المستقبلية القريبة والموضوع الآن كمشروعات دلوقتي احنا عندنا دراسة هتنجز تقريبا في خلال شهر كده، اي مدرسة قاعدة فيها راكوبة نحن يعني احنا ما حنقدر نشتغل كل المدارس، لكن حنلجأ لوزارة التعليم وحنرجع للمنظمات زي اليونيسيف اليونسكو وكذا، الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده عشان نسلط الضوء وندفع الناس دفع على اساس انه يكون في استفادة. لكن مهمتنا الأساسية الرواكيب والبنابر والحجارة، يعني مناظر مؤذية حقيقة يعني من تشوفها، أكيد أنتم بتشوفوها في الواتساب وفي الحياة دي. صحيح. طيب أستاذ نعمان، يعني الكلام الجميل اللي ذكرته أنت ده برضو محتاج لتضافر كل الناس معك، سواء كان مواطنين أو منظمات مجتمع مدني، عشان نرتقي بعملية البناء، خاصة إحنا واضعين شعارات مختلفة ما تكون تسويف، تكون على أرض الواقع منفذة. لو تكلمنا عن الجهات اللي أنتم بتدعم هذه الجهة، يعني هل الدعم ذاتي ولا دعم بيأتي من جهات معينة، لو حتى ممكن تكون في مساهمات من المجتمع، لأنه الفكرة كبيرة جدا عشان تعمم، محتاج لتضافر الناس كلهم. والله لغايه الان احنا ما عندنا موارد غير تبرعات واشتراكات منتسبينا. لكن في سعي اننا نسجل منظمتنا دي في منظمات في دول اخرى، بحيث انه طيب انا اقصد برضو من خلال المنظمه دي، يعني هل ممكن تكون في تشبيك مع جهات معينه هي موكله لها عمليه التعليم، او منظمات هي كانت ما بتعمل بالصوره المطلوبه عشان تتفاعلوا معها؟ والله بتقصد المنظمات الموجودة الآن، يعني شراكاتكم انتم معها؟ اي طبعا الشراكات بالضرورة احنا هنعمل الشراكات. ساعين لانه يكون عندنا شراكات مع منظمات قائمة ومع الجهات الحكومية بالضرورة يعني. وما حنخليهم يعني ان شاء الله، يعني يا يجونا ينمني سوا، ما في يمني وينقعد، نحن مقدرين جدا. أستاذ نعمان محمد عوض، رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة السودانية لدعم التعليم سيتس، كتر خيرك. شكرا لك. سيتسو الاختصار ده غريب يعني، أنا بنبس قاعد سيتسو هي السودان سودان Education Supporting Organization. لا التركيبة كده جميلة كده يعني. إن شاء الله يكون الشغل على أجمل برضه. لا تمام. الله يكرمك. حنمشي فاصل صح؟ بالتأكيد، بعد الفاصل حنواصل في مدنا أكيد.